بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعين الكرام، متابعي بكم سبور. بعد إعلان لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن عقوبات الترجي بعد أحداث مباراة شبيبة القبائل والتي تمثلت في معاقبة الفريق بأقصى العقوبات في لوائح لجنة الانضباط، 4 مباريات دون حضور جمهور و$300,000 كخطية مالية مع إمكانية الحط من عقوبة الوكلو إلى 2 مباريات. المتابعين للشأن الرياضي وجماهير الترجي اعتبروا أن الكاف قسى كثيرا على الترجي واعتبروها محاولة لضرب كيان الترجي. الفريق يعيش صعوبات داخلية وخارجية، محاولة لإسقاط شيخ الأندية وأبعاده على منصة التتويجات التي أصبحت تقلق الكثير من المنافسين. الترجي لديه رجال إدارة وجماهير ستدافع على حقوق الفريق ومحاربة كل الأعداء مهما كلف الثمن. بعد هذه العقوبات أودعت اللجنة القانونية التابعة للترجي الرياضي التونسي مطلب استئناف هذه القرارات، كما طالبت اللجنة باستعجال النظر في طعنها أصلا، أملا في تمكين أنصار الفريق من حضور لقاء الأهلي المصري الجمعة المقبل في إطار ذهاب الدور نصف نهائي لكأس رابطة الأبطال الإفريقية، على أن يتم دفع تكاليف التقاضي يوم الاثنين المقبل. إذا متابعينا الكرام، كما حكينا وشفنا أنه اللجنة القانونية طلبت استعجال النظر في مطلب الاستئناف الخاص بالترجي الرياضي التونسي في أحداث مباراة شبيبة القبائل، أملا من لجنة الانضباط تمكين الترجي من الحط من العقوبة والسماح لجمهور الفريق الحضور في مباراة نصف نهائي ضد الأهلي المصري. الأمال ما زالت قائمة رغم صعوبة الأمر، يعني باش يكونوا واضحين، ملف ماهوش باش يكون سهل، يعني ماهوش باش الكاف ماهيش باش تتسامح مع الترجي الرياضي التونسي للاسباب اللي حكينا عليها ومانيش باش نقعدوا نعاودوا فيها. الترجي عندها لجنه قانونيه وفيها كفاءات من احسن الكفاءات الموجوده في تونس، يعرفوا ايش يعملوا، ان شاء الله يعني يحاولوا نقصوا لماكسيموم من العقوبات، خاصه الخطيه الماليه اللي تقارب المليار. ان شاء الله يعني الكاف وبعد الاستئناف يعني تنقص وتحط من هذه العقوبات. في موضوع آخر يخص أخبار الترجي الرياضي التونسي قبل ديربي العاصمة ضد النادي الإفريقي غدا، ينهي الفريق اليوم التربص التحضيري للمباراة في مدينة الحمامات. أزمة الإصابات تعمق جراح الترجي، فبعد انتهاء موسم بن عياد وإصابة حمدو الهوني وتواصل غياب غيلان الشعلالي والذي كان من المفترض أن يعود تدريجيا لنسق المباريات، كشوفات جديدة وتقييم خاطئ من طبيب الفريق يجعل الشعلالي خارج الحسابات وربما تطول مدة الراحة. لعنة الإصابات تنهي موسم قلب دفاع الترجي هاني عمامو بعد إصابته في غضروف الركبة، علما وأنه كان عائد من إصابة أخرى في الفترة الأخيرة. عمامو سيغيب بالتالي عن ما تبقى من مباريات في مرحلة التتويج ودوري الأبطال ونهائي كأس تونس، كما تعتبر وضعية اللاعب الأردني شرارة غير مفهومة. اللاعب تدرب أمس مع المجموعة ولكنه لم ينهي بعد مرحلة التأهيل التي طالت أكثر من اللزوم. لاعب منذ قدومه لم يظهر في تشكيلة الترجي إلا في فترة قصيرة. تعزيز مهم لنبيل معلول في التشكيلة ضد النادي الإفريقي، عودة لاعب الوسط محمد علي بن رمضان بعد استيفاء عقوبة الإنذارات. بن رمضان سيكون حل في وسط الميدان وكذلك في الهجوم لأنه هداف الفريق في هذا الموسم. إذا متابعينا الكرام، المشاكل عدة في الترجي وسوء حظ في هذه الفترة الحساسة من الموسم والتي تعتبر فترة حاسمة في كل الألقاب التي يشارك فيها الفريق، مشاكل مع الكاف وتعدد الإصابات تزيد من معاناة شيخ الأندية التونسية، ولكن فترة وتمر والترجي يرجع أقوى من قبل. احنا الترجي.